مساء الخير متابعينا في الأردن، رحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة لكن غائمة لغائمة جزئيا بغيوم عالية ومتوسطة الارتفاع من دون فعالية، لكن استمرت الأجواء باردة كنتيجة لتعثر المملكة ببقايا الكتلة الهوائية القطبية التي تعثرنا بها خلال الفترة الماضية. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة يسود الطقس صافي لكن بارد جدا، 4 درجات مئوية الملموسة صفر، الرطوبة مرتفعة والريح تكون شرقية نشطة السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشرقية الشمالية، إربد 13-5، عجلون 13-7، جرش 14-2، والمفرق 14-2 فقط. المنطقة الوسطى الزرقاء 15-2، البلقاء 13-7، عمان 11-2، مادبا ريح نشطة 14-6، والبحر الميت 21-13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 13-5، الطفيلة 12-7، الشوبك 10-4، العقبة 23-16، ومعان 14-4 درجات مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الصفاوي 15-3، الأزرق 16-2، ورويشد 14-3 درجات مئوية مع طقس غائم جزئي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.